مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن تتأثر المملكة يوم الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تؤثر يوم الأحد، وبالتالي يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة، وأيضا تدريجيا تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من مطر خاصة في شمال ووسط المملكة بدءا من المناطق الشمالية تمتد إلى المناطق الوسطى خلال النهار. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح أماكن الهطول ووقت الهطول. نلاحظ أن سقوط الأمطار سيبدأ إن شاء الله يوم الأحد في المناطق الشمالية في الساعات الأولى من يوم الأحد، ثم يمتد تدريجيا في ساعات الظهر ليشمل تقريبا معظم المناطق الوسطى وبعض المناطق شمال الجنوب المملكة، وبالتالي بتستمر الأجواء يوم الأحد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستتأثر يوم الأحد بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة. هذه الكتلة هي التي تمثل اللون الأخضر، فهي تمثل درجات حرارة أقل ورطوبة أعلى، وبالتالي يوم الأحد يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا باردة نسبيا، الحرارة الصغرى بحدود 9 درجات مئوية، لكن الرطوبة النسبية مرتفعة حوالي 95%، وبالتالي أجواء بعد منتصف الليل وفي ساعات صباح الباكر من يوم الأحد ستكون غائمة جزئيا مع حدوث الضباب أحيانا فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول وأيضا الشبورة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة، يعني بتنخفض حوالي 5 إلى 6 درجات عما وصلت إلى يوم السبت، وبالتالي درجات الحرارة أقل من المعدل، أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، زخات متفرقة من المطر على فترات، والعظمى المتوقعة 12 درجة والصغرى بحدود 7 درجات. يوم الاثنين تقريبا استقرار نسبي على الأجواء وارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى أقل من معدلاتها، وبالتالي أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا أثناء النهار والعظمى بحدود 13، وأثناء الليل أجواء باردة والصغرى بحدود 7 درجات. يوم الثلاثاء ارتفاع واضح على درجات الحرارة، أجواء مشمسة بالنهار تميل إلى أنها تكون لطيفة في ساعات الظهيرة وما بعد الظهر، لكنها تميل قليلا إلى البرودة في ساعات الليل وخاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية يوم غد الأحد، انخفاض واضح، أجواء باردة نسبيا، غائمة جزئيا إلى غائمة، تسقط زخات من الأمطار بإذن الله، أحيانا تكون غزيرة في المناطق الشمالية قد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه. إربد العظمى 13 والصغرى 7، عجلون 12 6، وجرش العظمى 14 والصغرى 8، المفرق العظمى 15 والصغرى 7 درجات مئوية. المنطقة الوسطى أيضا أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا مع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، البلقاء 13 العظمى والصغرى 8، مأدبة 13 7، البحر الميت 22 15، عمان 12 7، والزرقاء 16 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية من المملكة، شمال المنطقة الجنوبية بتكون الأجواء غائمة جزئيا وتسقط زخات متفرقة من المطر أحيانا، العظمى في الكرك 12 والصغرى 6، الطفيلة 13 6، الشراح 10 4، وإمعان 14 4، وخليج العقبة 22 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الشرقية
أجواء غائمة جزئيا، احتمال زخات متفرقة من المطر أحيانا، طنشة الرياح بتكون مثيرة للغبار والأتربة قبل الهطول، ومما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. الأزرق العظمى 18 والصغرى 6، الصفاوي 17-4 والرويشد 19-6، وبنلاحظ الأجواء راح تكون باردة أثناء الليل بشكل واضح. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع